تحية طيبة لكم مشاهدينا في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، وكالعادة مع أبرز مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي لليوم. إلى عناوين هذه الحلقة: بعد صورته الشهيرة مع أنجيلا ميركل، الشاب السوري أنس معضماني يحصل على الجنسية الألمانية وقصته تتفاعل من جديد. وأيضا في موضوعنا التالي: بهدف تلميع الأسد وتشجيع للسياحة إلى مناطق النظام، تقرير يكشف زيارات متكررة لمؤثرين إلى سوريا. رغم بعض الخطابات العنصرية في بعض دول اللجوء التي كانت تشهد وجودا كثيفا للسوريين، فإن وسائل إعلام هناك لا تخفي احتفاءها ببعضهم، خاصة من أصحاب الإنجازات. بطل قصتنا اليوم شاب سوري ظهر قبل سنوات، وبالتحديد في عام 2015 في صورة سيلفي جمعته مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وتم تداولها عبر الإعلام الغربي بكثافة. قصة الشاب أنس مع الضماني وصورته الشهيرة مع ميركل عادت للتداول بعد نشر صحيفة برلينر خبرا عن حصوله على الجنسية الألمانية بعد 7 سنوات من وصوله إلى ألمانيا. الصحيفة قالت إن الشاب السوري ذهب برفقة صديقته آنا إلى مكتب تسجيل المواطنين في بلدة ليشتنبرغ بولاية بافاريا وحصل على الجنسية الألمانية. يقول مع الضماني: إنه بالكاد يصدق أنه ينتمي إلى ألمانيا الآن، فقد وجد أخيرا سلامه الداخلي. تتابع الصحيفة بالقول بأن مع الضماني كان يحلم بألمانيا منذ أن كان في سوريا، وبعد اللجوء إليها لم يكن يعرف الثقافة ولا اللغة. وبعد التقاطه السيلفي الشهير مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أيلول من العام 2015 أصبح فجأة معروفا في جميع أرجاء العالم، وظهر في برامج حوارية وصفحات جرائد، لكن ذلك عرضه أيضا للإهانة والتهديد على وسائل التواصل الاجتماعي. ورفع أنس دعوى قضائية ضد فيسبوك بسبب سوء استخدام صوره، لكنه خسر. ينحدر أنس مع الضماني من مدينة دارية بريف دمشق، خرج من سوريا بعد أن أنهى الثانوية العامة، حيث حصل حينئذ على 3000 يورو من والده، وهو كل ما كانت تملكه العائلة كما يقول، حيث أراد الهروب من الحرب التي دمرت منزل عائلته والبدء من جديد. وتناول الإعلام الألماني قصة أنس مع الضماني وصورته الشهيرة في كثير من المناسبات. نتابع. Aber ihn hier werden Sie in den nächsten Tagen bei uns besser kennenlernen. Anas Modamani wurde 2015 mit diesem Merkel-Selfie berühmt. Mittlerweile lebt und studiert er hier in Berlin und macht ein Praktikum bei uns im RBB. Und Sie bekommen einen Einblick in sein Tagebuch bei uns. Selfies knipst er täglich Dutzende, doch dieses Bild ging um die Welt. Anas Modamani mit der Kanzlerin im September 2015 vor dem Flüchtlingsheim in Spandau. Genau hier in diesem Flüchtlingsheim, wo ich vorher gewohnt habe, habe ich das Selfie mit der Bundeskanzlerin gemacht. Es hat mein Leben geändert, aber ich wusste wirklich nicht am Anfang, wer sie war. Ich dachte, sie ist Schauspielerin oder Filmstar. Anas kommt aus einem Vorort von Damaskus. Dort hatte sie mal nichts gefehlt, so sagt er selber, bis der Krieg begann. Der hat seine Jugend abrupt beendet. Die Flucht war seine einzige Chance. Mit 18 muss man bei uns zum Militär gehen. Ich wäre jetzt beim Krieg. Mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer nach Griechenland, mit der Karawane über den Balkan nach Berlin. Von Deutschland hatte er ein ganz konkretes Bild. Ja, Deutschland ist modern, überall Roboter und dass die Deutschen extrem schlau sind. Über Facebook fand er eine Gastfamilie, später eine eigene Wohnung, Deutschkurs, Arbeit, Studium, Integration auf der Überholspur. ينضم إلينا مباشرة من ألمانيا أنس مع الضماني صاحب الصورة الشهيرة مع ميركل. تحية لك أنس. أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة. أنس، بداية كم استثمرت بهذه الصورة بصراحة؟ من أي جهة قصدك؟ يعني هذه الصورة مضى عليها اليوم أكثر من 5 سنوات،
قلنا قبل قليل بأنها يعني جعلت منك شخصا شهيرا في كل أرجاء العالم، ولاحقا عرضتك لبعض المتاعب وأقمت دعوة وخسرت. ما هي المكاسب من تلك الصورة؟ ماذا كسبت منها؟ هلا بصراحة من أول ما عملت الصورة ما كنت متوقع ردة الفعل من الألمان. ساعدتنا كتير بالتعرف على المجتمع الألماني، إني أكسب صداقات. هنا بألمانيا الإنسان بحاجة الصداقات، علشان كل شيء هنا نحن ما كنا بنعرفه، كل شيء كان علينا جديد، وهي العالم اللي تعرفت عليها فعلا ساعدوني، وهن تعرفوا علي من خلال الصورة. هي أول شغلي، وثاني شغلي عطتني الحافز الأهم يلي علشان أتعلم اللغة وصير أعرف أكثر كيف ألمانيا، كيف ألمانيا بتشتغل مع البيوقراطية، مع 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 المعاملات وهالقصص. فالصورة لها دور كبير بحياتي هون، وساعدتني بكثير شغلات، وبس مثل ما حكيت أنت وشفنا بالتقرير كمان كان لها شيء كثير سلبي. طيب أنس، يعني أنا بس هيك شوي انبسط القصة. يعني بسوريا بتعرف يمكن شخص بيتصور مع مسؤول أو بيتصور مع شخص له وزن في هذه البلد، يعني يضرب بسيفه، يعني يقوم باستخدام هذه الصورة بالضرب بسيف هذا الشخص المسؤول بأنه يعرفه وبأنه صديقه وإلى ما هنالك. يعني هل هناك حالة مشابهة بألمانيا مثلا؟ بألمانيا ما في تمييز، بغض النظر أنا إذا كنت متصور مع الرئيس ولا كنت متصور مع رفيقي بالجامعة، ما بتساعد ابدا بهالشغل. الشغل يعني كثير حتى من رفقاتي فكروا انه هي الصوره فعلا اللي حتساعدني بالتسريع مثلا على اني اخذ الجنسيه الالمانيه، او اني مثلا اخذ موعد بالبلديه بشكل اسرع. بالعكس، الصوره ما بتلعب اي دور بهالشيء. نعم، انا هذه هي النقطه التي احببت ان تجليها لنا، يعني سواء كان في صورة ولا ما في صورة، يعني هي الصورة فقط جعلت منك مشهورا على مواقع التواصل الاجتماعي كما أسلفنا. أنس، ما العمل الذي يعني تقوم به اليوم؟ كيف تجني المال؟ كيف تعيش؟ أنا بلشت بألمانيا إذا بنرجع على 2015. أول شغل كان إلي بمطعم، اشتغلت بمطعم ماكدونالدز السلسلة الشهيرة، اشتغلت تقريبا سنة. وبعد السنة استنتجت أنه أنا بحسن أكثر من هيك. أنا طالب جامعة، أنا خلصت هلأ حاليا طالب جامعة، خلصت البكالوريا بسوريا وطلعت، وقلت لحالي ما بدي أروح على هذا الطريق علشان أكمل بالمطاعم. فقلت لحالي رح أدخل بمجال الجامعة، لأنه أنا كان هدفي الأول هو الدراسة بألمانيا. عم بدرس هلأ تجارة واقتصاد بجامعة برلين، وباخد قرض طلابي. هذا القرض لازم رجعه بعد ما خلص جامعة، وعم بعمل حاليا بشتغل بقناة الدويتشه فيلا. هي المركز الإعلامي، القناة التلفزيونية اللي تابعة للدولي ببرلين، وفي إلى مقرات كمان كتير بالدول العربية. دخلت إلى مجال الإعلام. بالضبط، من وراء الصورة بصراحة كتير عجبني. طيب استفدت من الصورة؟ إذا استفدت من الصورة أنس؟ أكيد أنا حكيت إنه استفدت من الصورة. طبعا بألمانيا هون كمان العالم لمن يعرفوك شخص، كمان الواحد بيساعد، علشان أنا لقيت شغل من وراء الصورة كمان، لأنه العالم بيعرفون الشخص ومن وراء التلفزيون. طبعا 100% بتساعد، يعني ساعدتني بدخول كتير مجالات، لأنه العالم هدول شافوني على التلفزيون، شافوني مثلا ناطق باللغة الألمانية، بعرف بحكي لغة ألمانية، وهي شغلة أكيد بتساعد. طيب أنس، يعني اليوم أنت حصلت على الجنسية الألمانية. هناك من يعتقد بأنه مجرد الشخص أن يصل إلى ألمانيا ويقضي بعض الوقت، كم عام، 5 أعوام مثلا، يحصل على الجنسية. ولكن نعرف بأن هناك صعوبات ربما، وربما هناك شروط، منها اللغة، منها العمل، منها الضرائب. أعطينا هيك لمحة بسيطة، يعني من يحصل على الجنسية الألمانية من السوريين، وهل سيحصل عليها جميع السوريين الموجودين في ألمانيا اليوم؟ هلا جميع السوريين يلي بده يحصل عليها فيه يحصل عليها. طبعا في شروط معينه، في الواحد مثلا خلال بعد 5 سنوات اذا محقق مستوى جيد من اللغه الالمانيه، وما كان بياخذ مساعدات من الدوله، وعنده بيت لحاله، وماله ما عنده سجل جنائي سيء مثلا، ماله عامل مشاكل قبل هلا، فبقول له تقديم على الجنسي. بعد 7 سنوات كمان بحق له الواحد يقدم الجنسية، بس طبعا بمستوى أقل من اللغة، وكمان طبعا نفس الشروط اللي بتنطبع على 5 سنين، بس الفرق ل5 سنين إنه الواحد لازم يحقق مستوى أعلى من اللغة. بس فعلا أي واحد بيحسن ياخذ على الجنسية إذا كان عنده هدف معين وناوي إنه أنا جيت على ألمانيا بدي الجنسية علشان ما أترحل أو يصير شيء علي بالمستقبل. ففعلا الشروط مو
معجزي، وهي فعلا انه الواحد بيحسن يحققها بوقت قصير اذا تعب على حاله. نعم، اذا هي اذا هي بمتناول يعني الجميع لمن يرغب. طبعا تحتاج بعض الجهد، تحتاج في مجال موضوع اللغه، موضوع العمل، ويعني باقي الامور، وهي امور اذا اجتهد عليها الشخص يمكن ان يصل اليها. بدي اتمنى لك توفيق انس، كل التوفيق لك في عملك الجديد، في دراستك، في مستقبل حياتك القادم، وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك كمان. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مع انحسار أزمة كوفيد 19 ووصول النظام في سوريا إلى صيغة شبه ثابتة حتى اللحظة إلى جهة خريطة النفوذ، بدأ النظام يعمل جاهدا على العمل على جبهة أخرى متعلقة باللاجئين السوريين وتصدير المشهد في سوريا على أنه في طور التعافي بل والتألق، وذلك عبر الإعلام بالدرجة الأولى، وهذا الأمر موجود أصلا منذ البداية، ولكن النظام بدأ بالعمل على تلميع الصورة بطرق أخرى، ويبدو أنها بدأت تزداد في الفترة الأخيرة، ألا وهي اليوتيوب واليوتيوبرز، ولكن هذه المرة الأجانب منهم، إذ بدأ النظام يستقدم اليوتيوبرز والمؤثرين إلى سوريا بطريقة عجيبة ومن كل الجنسيات، يصورون الحياة في سوريا، يأكلون، يشربون، يلعبون، يقضون أوقات ممتعة محملين بتراخيص ومرافقين يوفرها النظام لمثل تلك الحالات، والهدف الأساس من كل ذلك هو القول بأن الحرب انتهت وسوريا بخير والحياة جميلة والسياحة ممكنة وكل شيء على ما يرام، ويجب على الذين في الخارج أن يعودوا. كنا تحدثنا في وقت سابق عن أحد هؤلاء اليوتيوبرز، وهو اليوتيوبر التركي غوكان يلدرم، الذي زار سوريا قبل فترة وعاد بمجموعة فيديوهات نشرها على حساباته، وجميعها تتحدث عن النقطة ذاتها، ألا وهي أن سوريا تعيش بأمان ولا حرب فيها ولا من يحزن. لكن اليوم نشر موقع بيزنس انسايدر تقريرا مطولا عن تدفق المؤثرين الانفلونسرز والسياح إلى سوريا وتصوير البلد الذي مزقته الحرب للسياح، إذ يقوم هؤلاء المؤثرون بتطبيع نظام بشار الأسد ويروجون لروايته عن الحرب. جاء في التقرير الذي أعده بيل بوتسوك إنه بعد رفع القيود عن السفر بسبب كوفيد 19 بدأ مؤثرون على موقع يوتيوب بالوصول إلى سوريا وبأعداد كبيرة، حيث قدموا للمعجبين بهم رؤية من الداخل عن البلد الذي يعيش حربا منذ عام 2011. لكن هؤلاء الذين يحاولون تقديم أفلام وبرامج عن سوريا يتهمون بأنهم وبطريقة غير مقصودة يرددون رواية النظام عن الحرب الأهلية، مما دعا نقادهم لتوجيه اتهامات إليهم بأنهم يطبعون مع النظام ويبيضون صفحته. ذكر الكاتب أن 10 شخصيات مشهورة على الأقل سافرت إلى سوريا خلال 12 شهرا الماضية، منهم سايمون ويلسون ونجم برامج بولد أند بانكريت بنجامين ريتش، اللذان كانا في زيارة لسوريا قبل نحو 5 أشهر من الآن، وأيضا جانيت نيوينهام المدونة الإيرلندية الشهيرة، وأيضا غوهان يلدرم. وقام هؤلاء بالتجول في سوريا عبر السيارات، حيث نقلهم مرشدون سياحيون إلى الأسواق والمعالم التراثية والتاريخية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو حكومة النظام مثل حمص ودمشق، وقدم لهم المرشدون دروسا في التاريخ، وتجنب كل صناع المحتوى تقريبا أي ذكر للحرب الأهلية، وركزوا بدلا من ذلك على الشعب السوري وكرمه ولطف معشره، ولم يرد لا ويلسون ولا ريتش على طلب الموقع موقع إنسايدر للتعليق. طبعا هذا الكلام كله في تقرير موقع إنسايدر. يقول الموقع أيضا إن الزائر لسوريا لا يستطيع الدخول إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز المخابرات السوري، وبعد إذن يمكنه حجز رحلة مع شركة سياحية سورية، ويجب أن تحصل على هذه الشركات على إذن من نظام الأسد كي تعمل. دعونا نتابع جزءا من زيارة اليوتيوبر التركي غوكان يلدرم، والتي كنا تحدثنا عنها في وقت سابق، حيث نشر عدة مقاطع لزيارته لسوريا على قناته في يوتيوب، لكن
أبرزها ما تم تداوله عن هذا المقطع الذي يصور فيه الدمار في حمص وحديثه عن الأسباب التي أدت إلى ذلك. Şu anda resmen tam olarak tüm terörist grupların IŞİD, işte ne bileyim El-Kaide'si, diğer küçük küçük ufak terörist grupların vurduğu yerin tam olarak ortasındayım. Anne üzgünüm buraya geldiğim için şu anda. Ama biliyorsun senin oğlum biraz şey ya. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, sakın buraya gelip buraları falan görmeye çalışmayın tek başınıza. O öyle bir şey değil. Buralara ben girene kadar 40-50 tane özel izinden falan geçtim. Yani öyle dümdüz gelinmiyor. Şu an kendimi filmde hissediyorum ya. Bu burada normalde işte bir sürü dükkanlar, evler, yaşayan insanlar varken bir anda teröristler geliyor ve resmen bir ülkenin içinden geçip gidiyorlar. Ve şu anda kimse suçlu değil, bir şey değil. Yapan yaptı, ölen öldü, kalan kaldı. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، واحتفى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن هناك صورا لأماكن لم يرها أحد من قبل. وأضاف بايدن: سنرى لأول مرة صورا ملونة لعالم الفضاء، وسنرى كيف تولد المجرات. تلقى بايدن ونائبته كامالا هاريس إجازة من مسؤولين في ناسا بشأن الصورة التي وصفت بأنها أغلى صورة وأعلى صورة وضوحا للكون وأعمقها في التاريخ، وسيتبعها نشر مجموعة كاملة من الصور. تلقى بايدن وهاريس إجازة من مسؤولين في ناسا بشأن هذه الصورة كما قلنا، والتي اعتبرت بأنها من أغلى الصور ومن أوضحها، وكما قلنا سيتم نشر مجموعة كاملة من الصور في وقت لاحق. أعلنت ناسا في وقت سابق أن جميع الأجهزة الأربعة التي يتألف منها تلسكوب جيمس ويب باتت جاهزة للاستخدام. وتلسكوب جيمس ويب هو مرصد فضائي طور بشكل مباشر من قبل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، أطلق ليكون بديلاً عن تلسكوب هابل الفضائي الشهير في إطار مهمة فلاجشيب الخاصة بناسا في الفيزياء الفلكية. يوفر تلسكوب جيمس ويب الذي تم إطلاقه في 25 من ديسمبر كانون الأول في العام 2021 يوفر دقة وحساسية محسنتين تفوقان تلسكوب هابل، كما أنه سيخلف تلسكوب سبيترز الفضائي الذي انتهت مدة خدمته في العام 2020. يتموضع تلسكوب جيمس ويب الفضائي على بعد 1.5 مليون كيلومتر خلف الأرض والشمس في نقطة تسمى لاغرانج، وسوف يحوم حول تلك النقطة في مدار دائري ليقوم بالرصد. يقول العلماء على هذا التلسكوب بأنهم يعولون على هذا التلسكوب لمساعدتهم في دراسة نشأة المجرات والمجرات الأولى تحديدا في الكون ومقارنتها بالمجرات الحالية، وكيف نشأ نظامنا الشمسي، وإذا كانت هناك حياة على كواكب أخرى. ذكرت الوكالة في أثناء الكشف عن الصور أن المنطقة التي تغطيها الصور تشمل جزءا ضئيلا من الكون، وقالت إن هذا الجزء يشمل رقعة من السماء بحجم حبة الرمل التي يحملها شخص ما على الأرض وينظر إليها بطول ذراعه هكذا. لمعرفة ماذا يمكن أن يعنيه ذلك، دعونا نتابع هذا العرض الجرافيكي لنقرب لأذهانكم ماذا تشكل هذه النقطة المصورة بواسطة تلسكوب جيمس ويب بالنسبة للكون الرحب.
الصورة التي غزت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عنها تحولت إلى ترند على كل لسان ولم تسلم من شر السخرية، وخاصة من أولئك الذين يعتقدون أن ناسا تقود مؤامرة كونية على البشرية وأن أي شيء يصدر عنها ما هو إلا خدمة لمخططاتها، كهذه الصور التي شاهدناها قبل قليل. هنا يظهر حافظ أسد في الفضاء كلما قربنا هذه الصورة، وفي الصورة السابقة أيضا شخص وجد مسجلا للصوت في هذه الصورة عندما قرب، وكان هناك أسطورة تقول بأن صورة صدام حسين مرسومة على القمر. مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بيل نيلسون ردا على طلب الرئيس الأمريكي توضيح الصورة قال: ننظر هنا إلى ما قبل 13 مليار سنة ضوئية، الضوء يسافر بسرعة 168 ألف ميل في الثانية، أي ما يعادل 270 ألف كيلومتر في الثانية، وهذا الضوء الذي نراه في إحدى هذه المجرات يعود لما قبل 13 مليار سنة ضوئية، وفي المناسبة بعضها يعود إلى حوالي 13.5 مليار سنة ضوئية، ولأننا نعلم أن الكون عمره 3.8 مليار عام نحن نعود إلى قرابة البداية. يقول بيل نيلسون في هذا التصريح: صورة تلسكوب جيمس ويب تعيدنا إلى 13.5 مليار عام، نعلم أن الكون عمره 13.8 مليار، نحن نعود إلى قرابة البداية. التفاعلات كثيرة جدا حول هذه الصورة، وشهدت هذه الصورة بكثرة منذ يوم أمس حتى اليوم على جميع الصفحات. من هذه التفاعلات كتبت بتول تقول: يا هيك الأبحاث والتطور يا بلا، مو مثل بعض عالم أطول سندويشة وأكبر صحن. أما أمين فيقول: ماذا لو كانت الكائنات الفضائية تنظر إلى البشر كما ننظر نحن إلى مجتمع النحل أو النمل، نعلم وجوده لكن لا نتواصل معه، فربما هكذا نحن بالنسبة لهم والله أعلم. منى أيضا كتبت: ما حدا أحسن من حدا، ونحن اليوم عنا خبر عاجل، شو بس الغرب بيعرفوا يحطوا خبر عاجل، تم رفع أسطوانة الغاز ل 200 ليرة. كتبت نيرمين تقول: عاد ما تعود الشعب على قطع الكهرباء والعتم صار يشوف هالصور لمبات، واللي أبعرف شو مسمينها اكتشاف، أبعرف شو بفيد، والأدق رقبي من هالشي المندمجين مع الخبر وعلقوا شو حلو. منى أيضا غردت تقول: قالت ناسا هذه أعمق وأدق صورة للكون، لكن هذا ليس الكون، هذا الطرف الذي ظهر بعد 25 عاما من الأبحاث ومليارات الدولارات، ورغم أن أمريكا من أعلن الحدث فإنه وكل الدول العظمى والصغرى لم يحسنوا قراءة الصورة، إذن فلنحسن نحن قراءتها. أما أحمد فقال: تخيل أن كوكب الأرض بكل من فيه يقع داخل أحد هذه النقاط حين تكوينه بعد ذلك، تخيل أن الناس جميعا بدولهم وجبالهم وأنهارهم ومشاكلهم وحروبهم وتسابقهم وقلقهم يقعون داخل نقطة واحدة من هذه النقاط. إياس علق ساخرا يقول: يكفي فخرا في سوريا أنه شفنا كل أنواع النجوم من الظهر للمساء قبل كل الدنيا. إلى هنا نصل إلى ختام ريبوست اليوم مشاهدينا، غدا حلقة جديدة ومواضيع جديدة بتمام 7 بتوقيت دمشق. إلى اللقاء.